هذه هي حكايتي مع رحلة أمل، رحلة في بلاد الخير والعطاء، البلاد اللي كيف الفسيفساء، في تاريخها، معالمها، ثقافتها، البلاد اللي فيها الناس كل يوم توعى لحلم جديد، حلم الأمن، النماء، الرفاهية. البلاد هذه هي ليبيا. ليبيا الوطن، ليبيا الانتماء، ليبيا الأمل. اليوم نحن موجودين في مدينة بن جواد. مدينة بن جواد من مدن بلدية خليج السدرة، تتوسط ليبيا تقريبا، اللي تبعد عن مدينة بنغازي حوالي 400 كيلومتر، وعن مدينة طرابلس حوالي 600 كيلومتر. اللي يميز منطقة بن جواد ولا مدينة بن جواد اللي هي كثرة الاستراحات والمطاعم اللي تقدم في خدمات للمسافرين اللي يستعملوا في الطريق الساحلي اللي يربط بين أغلب مدن ساحل ليبيا. زي كل مرة ما نكثرش عليك في الكلام، تعال نشوفوا بن جواد مع بعض. ضيف حلقة اليوم في مدينة بن جواد كان الأستاذ محمد العجيلي اللي تولى مهمة الحديث عن المدينة. مدينة بن جواد تقع في وسط ليبيا، وعندما نقول تقع في وسط ليبيا تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 650 كيلو، وعن مدينة بنغازي 450 كيلو، فهي تتوسط ليبيا. مدينة بن جواد كانت قديما لا توجد بها مباني ولا توجد بها معالم ولا توجد بها أي شيء يذكر في السابق. بن جواد أنشئت في سنة 48، كانت عبارة عن أكواخ من الصفيح يسكنها عائلات أقلة، ومن قام بفتح بن جواد في ذلك الفترة لا تتجاوز أربع عائلات، اللي هي عائلة بوشعالة وعائلة كعوان وعائلة العجيلي وعائلة فدغول، ومن ثم آتت بعض العائلات الأخرى، فهي عبارة عن عائلات. وبن جواد عبر التاريخ كانت عبارة عن براريك صفيح، وكانت الطريق المارة تمتد من مدينة سرت حتى مدينة بنغازي، كانت طريق ترابي بيقولوا لها بالكليتشة البيضة، ما كانش مرصوفة، قامت بها إيطاليا في ذلك الفترة، لأن ليبيا عانت الأمرين من الحكم التركي ومن الحكم الإيطالي، وبعدها جاء الحكم الملكي واستمر فيها. فبن جواد كانت بها أربع عائلات أو خمسة، ثم في سنة 50 جاءوا بعد العائلات الأخرى، لأن منطقة بن جواد عندما تأتي الأمطار تصبح تعم بالخير وتعم بالزرع وتعم على أهالي الحيوانات، فأصبحت منطقة بن جواد
تزداد شيئا فشيئا حتى أصبحت بلدية. أهم معالم مدينة بن جواد السد الموجود بالمدينة واللي تم بناءها في سنة 1977. يوجد بالقرب من السد العديد من الخزانات اللي تتزود بها المنطقة بالمياه. وكانت أصل التسمية في بن جواد يوجد بها بئر في مجاور للسد في الوقت الحالي، كان يتغذى من وادي يمر من الجنوب إلى الشمال حتى يصب في البحر، وبها بئر قديم يسمى العود. البئر هذا يتغذى من مياه الأمطار، وكان يجود في ذلك الفترة على الرحالة من المنطقة الشرقية للغربية بالمياه العذبة، ويأتوا إليه ويبقوا في هذا الحرم، حرم البئر، 3-4 أيام يقومون باحتساء المياه العذبة ويقومون بغسل ملابسهم ويبقوا عليه 3-4 أيام. فكان الموعد عندما يتلاقوا يقول لن تلاقوا في بئر الجود. بئر الجود اللي هو البئر اللي ذكرت الآن باهي، فيشربوا منه في المياه العذبة ويبقوا عليه فترة، ومن ثم ينطلقوا ويواصلوا طريقهم إلى الشرق والغرب. فسميت منطقة بن جواد بهذه التسمية. بن جواد في الوقت الحالي باهي كان يسكنها ما لا يقل عن 60,000 نسمة. رأس لنوف أنشئت حديثا ويسكنها حوالي 40,000 نسمة. بالنسبة لبن جواد بها 15,000 أسرة، تحتضن جميع القبائل في ليبيا، بها جميع القبائل، مختلف قبائل ليبيا موجودة هنا في بن جواد. فمن معالمها، من المعلم اللي الآن موجود هو معلم السد، أنشئ في سنة 77، يرفع حوالي 14,000 متر مكعب من مياه العذبة، كانت تتغذى منه الخزانات، والخزانات تقوم بتوزيع المياه العذبة إلى أهالي بن جواد. في الوقت الحالي زي ما قلت لك بن جواد راهي عمرها التاريخي بعد 52، بعد بناء خزانات النفط في السدرة أصبحت الشركات تأتي وأصبح الناس يشتغلون في شركات النفط، وأصبحت الناس تتحول شيئا فشيئا إلى أن وصلت بن جواد إلى ما وصلت عليه الآن. الخزانات هذه زي ما ذكرت لك تتغذى كانت من السد عبر أنابيب باهي ومضخات، وكانت الخزانات عندما يملأ الخزان الواحد يسد في منطقة بن جواد شهور. أما بقية المرافق الأخرى هي عبارة عن مرافق تعليمية باهي، بها عدد كبير من الطلاب. أول ما فتحت مدرسة جابر بن حيان فتحت ب 1600 طالب في 75، وأنا لي الشرف كنت مديرها، وكانوا هالطلبة اللي الآن كانوا يقروا في مدرسة جابر هم نواة بن جواد الآن.
تقع المدينة السكنية راس لانوف بحوالي 42 كيلومتر شرق مدينة بن جوال. تم إنشاؤها في ثمانينات القرن الماضي لتقديم الخدمات لموظفي الشركات النفطية الموجودة بالمنطقة. لمعرفة المزيد عن المدينة استضفنا الحاج محمد المقريف. بال 84 85 تم انشاء هذه المدينة والمصانع، مصانع انشا فيه مصنع الايثيلين ومصنع طبعا فيه المصفاة، عرفت انشا فيه شركة الزاوية، وبعدين سلمت شركة الزاوية إلى شركة راس ضنوف، أنشوا شركة اسمها شركة راس ضنوف وسلمونا هذه المصانع. أمتى بدأ العمل في الشركة هذين؟ في 82 83 كان المصانع يشتغلن. قبيلة معروفة لهنا التركيبة، القبائل اللي فيها كانت فيها 3 قبائل، وكانت قبيلة المغاربة وقبيلة الزاوية وقبيلة العربات، ولكن مش بذاك العدد الكثير، لكن هم كانت بالتسمية بهذه المدينة لأنهم كانوا هنا ساكنين هنا، عرفت، وكانوا يرعوا في الأغنام وفي الإبل، وكانوا ناس بدوا عايشين في هذه الأرض. ولكن في 85 بعد انشأت هذه المدينة اللي هي مدينة راس ضنوف، في ذلك الوقت انشوهم وقالوا نحن هذول الناس اللي هم ساكنين برا، اللي دارين خيام ودارين براريك برا، عرفت، لابد نعطوهم بها سكنيه. ما كانش بعض منهم ما كان يخدم بكل، كانوا كلهم يتبعوا في السعي ورعاة السعي. خذينا المنطقه اللي هي رقم 1 وسكنوا فيها الاهالي اللي هم في هذه المنطقه اللي هي ممتده من عند ودي الحجاج. هذين الوديان كان فيه سكن، هذه كان فيه عائلات، وش اسمها هذه والحدديه كان فيها عائلات، وبعدين نمشوا لعند الوديات هذينا اللي هي الكحيلة، وبعدها السدرة، هذه كانت عائلات، وفي ذلك الوقت كانوا يسكنوا في هذه المنطقة. كانت في ذلك الوقت قرية تسمى لانوف، اللي هي هذه هي المنطقة المتمدة من عند بنقار النثر لعند السدرة، كانت هذه تسمى كلها، يقول يعني السدرة ولانوف، وهالتسميات هذينا منا بالأبيار قديمة. طبعا لانوف هذا كان دور، عرفت، او كيف اقول جبله او معلى عالي يسموا فيه، يقول لك لانوف. فيها طبعا 4 مدارس انشات هذه المدينه، انشا مع هذه المدينه، وفيها مستشفى، عرفت، انشي حتى هو بعد انشاء المدينه، وفيها واحده رعايه صحيه اللي هي انشات من بدايه المدينه. فيها طبعا فندق، الفندق هذا لكن قاعد فندق كبير، المهم قاعد فيها فندق.
بالله ما تشيلي هم ولا تكدري روحك الله كريم بس قولي تم جاية تفروحة طيبة بعد المرار تذوقي الحديث دروس